من أون لايف، أهلا بكم. طالب الرئيس السيسي بضرورة تعاون المجتمع الدولي بهدف تجفيف منابع الإرهاب ووقف الدعم المالي والسياسي له. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الألمانية، حيث بحث كيفية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. كما شدد الرئيس خلال لقائه زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر على استمرار مصر في مواجهة الإرهاب على جميع المستويات، سواء العسكرية أو الأمنية والسياسية والفكرية. وأكد السيسي أهمية تعزيز التعاون والتشاور للتصدي لتحديات بالمنطقة. قال وزير الخارجية سامح شكري إن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد قطر جاء بسبب الخطر الحالي الذي تمثله، موضحا أنه ربما يكون هناك إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. وأشار شكري إلى أن ألمانيا لم يكن لها وجهة نظر مخالفة لمصر فيما يخص المقاطعة العربية لقطر، وكانت ترغب في الاستماع إلى حقيقة الموقف وتفاصيل ودوافع القرارات المصرية العربية. نترك المجازة مشاهدينا، إلى اللقاء.